أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء من الشكوك، من الوساوس، من الضيق، من سوء الفهم، من سوء الظن. ما هو شفاء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في بعض أحاديثه: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. إذا قرأت سورة الكهف يوم الجمعة امتصت هذه السورة كل المشكلات النفسية وكل التساؤلات وكل الشكوك وكل الضيق الذي يعتور الإنسان. في هذه السورة دروس عظيمة كثيرة، نكتفي في هذه الخطبة بأحد دروسها، درس سيدنا موسى وسيدنا الخضر العبد الصالح. أيها الإخوة الكرام، كتمهيد لهذا الموضوع أضع بين أيديكم الحقيقة التالية: القرآن الكريم له أساليبه المتعددة في عرض الحقائق. من هذه الأساليب الأسلوب المباشر المركز المكثف. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه حقيقة مكثفة مركزة مباشرة. تمديد هذه الحقيقة، تمديدها قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر. هذه القصة بأحداثها، بحوارها، بوصفها، بسردها، بمغزاها، بحركتها، بعقدتها، هذه قصة تعد تمديداً وشرحاً مشوقاً للحقيقة المكثفة: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. القصة مشوقة، والقصة مؤثرة، والقصة فيها حقيقة مع البرهان عليها، حقيقة مكثفة مجردة مباشرة: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه الحقيقة المكثفة المجردة المباشرة ممددة في أطول قصة في القرآن الكريم، قصة سيدنا يوسف عليه السلام. قصة يوسف تمديد لهذه الحقيقة المكثفة. كيف أنك تلعق لعقة عسل أحياناً، وكيف أنك تشرب شربة عسل أحياناً؟ لعقة العسل مكثفة بينما شربة العسل ممددة. فقصة سيدنا يوسف تمديد لقوله تعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أنت تريد وأنا أريد، والله يفعل ما يريد. وقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الحقيقة المكثفة المركزة المباشرة ممددة في قصة شائقة ممتعة مفيدة لها أثر بليغ في النفس. قال تعالى: فوجدا عبدا من عبادنا، سيدنا موسى مع غلامه، آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال علماء التفسير: هذا العبد عند جمهور العلماء هو سيدنا الخضر، وهو نبي أيضا عند جمهور العلماء لأسباب كثيرة. هو نبي
وهو عبد صالح اسمه الخضر في أصح الروايات. أما الرحمة فسرت بالنبوة، وأما العلم الذي آتاه الله إياه هو علم التكوين. لله عز وجل أمران: أمر تكليفي تشريعي افعل ولا تفعل، فرض واجب، مستحب مباح، مكروه تحريما تنزيها، مكروه تحريما حرام. هذا أمر الله عز وجل التكليفي، فالأنبياء والمرسلون يعلمون الأمر التكليفي افعل ولا تفعل. لكن سيدنا الخضر أو العبد الصالح الذي ورد هكذا اسمه في القصة يعلم الأمر التكويني. الأمر التكويني يراه الناس جميعا، لكن سيدنا الخضر يعلم حكمة الأمر التكويني. هذه الحكمة تغيب عن أناس كثيرين، ولا يعلمها إلا قليل من عباد الله المؤمنين. فسيدنا موسى يعلم الأمر التكليفي، وسيدنا الخضر يعلم الأمر التكويني. لأوضح لكم الفرق بين الأمر التكويني والتكليفي: قد تمشي في طريق فترى لوحة حمراء كتب عليها ممنوع المرور. هذه اللوحة أمر تكليفي، لكن الطريق سالكة، بإمكانك أن تعصي وتدفع الثمن. أما حينما يوضع على الطريق مكعبات من الإسمنت المسلح ارتفاع الواحد منها مترا، هذه المكعبات تمنع السير. هذا أمر تكويني. فرق كبير بين الأمر التكليفي وبين الأمر التكويني. الأمر التكليفي سيدنا موسى قمة في معرفته، والأمر التكويني أو حكمة الأمر التكويني آتاه الله لهذا الولي الكبير سيدنا الخضر لحكمة سوف نراها فيما بعد. أيها الإخوة الكرام، حقيقة لا بد من أن تكون تمهيدا لهذه القصة: كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يعقل أن يقع شيء في ملك الله دون أن يريد الله ذلك. كل شيء وقع. اقرأ الأخبار، ما دام الشيء قد وقع فقد أراده الله. وقال العلماء: أراد ولم يرد، عفوا، أراد ولم يرضى، أراد ولم يأمر. ليس معنى أن الله أراده أي رضيه، وليس معنى أن الله أراده أي أمر به. أراد ولم يأمر، أراد ولم يرضى. معنى أراد أي سمح، سمح بوقوع هذا الشيء لحكمة بالغة بالغة. لذلك استنبط العلماء أن لكل واقع حكمة. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة. معنى الحكمة المطلقة أن هذا الشيء الذي وقع لو لم يقع لكان نقصا في حكمة الله، أن هذا الشيء الذي وقع لو لم يقع لكان الله ملوما، أن هذا الشيء الذي وقع لو وقع على نحو آخر لكان نقصا في حكمة الله. كل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع. وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. لم يقل بيدك الخير والشر، قال بيدك الخير.
إيتاء الملك خير ونزعه خير، الإعزاز خير والإذلال خير، خير في العاقبة، خير في النهاية لا في البداية. لذلك لا يسمى الشر شراً إلا عند القاصر، عند قاصر النظر، فلا بد من أن نسمي الشر شراً نسبياً، لأن الشر المطلق لا وجود له في الكون. الشر المطلق يتناقض مع وجود الله، بيده الخير. كيف أن السيارة صنعت لتسير وفيها مكابح، والمكبح وظيفته عكس علة صنعها، علة صنعها السير، والمكبح يمنعها من السير. فعلة صنع المركبة السير، والمكبح يتناقض مع علة صنع المركبة، ولكنه ضروري جدا لسلامتها وسلامة ركابها. هذا هو الفهم الدقيق لكل ما يجري في الكون مما يكرهه الإنسان. ألم أقل في بداية الخطبة، ألم أذكر لكم قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن الكريم بآياته المكثفة المركزة المباشرة أو الممددة التفصيلية هي شفاء للصدور. أيها الإخوة الكرام، هذه الحكمة من أمر الله التكويني، أي من أفعاله، يسوق مطراً، يسوق سقيعاً، فتتلف ألوف الملايين من المحاصيل، يسوق مرضاً، يسوق صحة، يسوق زلزالاً، يسوق أعاصير، يسوق مصائب لا تعد ولا تحصى. هذه ينبغي أن تفهم في ضوء القرآن الكريم، وإلا كانت هذه المصائب إن لم تفهم في ضوء القرآن الكريم سبباً للبعد عن الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، سيدنا الخضر آتاه الله علماً، وآتيناه من لدنا علماً، وعلمناه من لدنا علماً. هذا العلم هو حكمة الأمر التكويني، أو كما قال المفسرون في القرطبي: الحكم الباطنة لأفعال الله عز وجل. بينما سيدنا موسى أعطاه الله الأمر التكليفي. القصة تلفتنا إلى الحكم العظمى لأفعال الله عز وجل، والتي تخفى على كثير من الناس. يا أيها الإخوة الكرام، بشكل صريح، سبب متاعب الإنسان هو أنه يقف عند الأشياء الظاهرة فقط، فإذا حدث أمامه شيء يكرهه اعتقد أنه شر فشقي بهذا الاعتقاد، وإذا حدث أمامه شيء يحبه اعتقد أنه خير فتوهم أنه في سعادة، وربما كان العطاء عين المنع، وربما كان المنع عين العطاء، ربما منعك ليعطيك، وربما خفضك ليرفعك، وربما حرمك ليغنيك، وربما ساق لك من المصائب ما تكون سبباً لقربك منه. أيها الإخوة الكرام، لازلنا مع قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا. لماذا؟ لأن مقام النبوة ومقام الرسالة لا يمكن أن يقر على خطأ، هي حقيقة. كان عليه الصلاة والسلام في بيت أحد أصحابه الذين توفوا، أبو السائب، فسمع امرأة من وراء الستار تقول: هنيئا لك أبا السائب، لقد أكرمك الله. لو أن مؤمنا سمع هذه المقولة وسكت لا شيء عليه،
لكن النبي عليه الصلاة والسلام سكوته تشريع، سنته أقواله، وسنته أفعاله، وسنته إقراره. فإذا تكلم رجل في حضرة النبي كلاما وسكت النبي فهذا الكلام صحيح وهو تشريع. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ومن أدراك أن الله أكرمه؟ قولي أرجو الله أن يكرمه، وأنا نبي مرسل لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أيها الإخوة الكرام، في هذه الآية حقيقة مكثفة، آية وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، الحقائق شيء والظواهر شيء آخر، وقد وفي الأعم الأغلب تختلف الحقائق عن المظاهر. قد ترى إنسانا محاط بكل متع الحياة الدنيا وقد يكون أشقى الناس، وقد ترى رجلا يعاني من شغف العيش وقد يكون أسعد الناس، وهذا من حكمة الله العظمى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. تساءل السادة المفسرون: ما بال الأغنياء؟ وما بال الأقوياء؟ وأين هي المعيشة الضنك لإنسان يملك مئات الملايين؟ وأين هي المعيشة الضنك لمن ملك كل شيء؟ قال العلماء: إنه ضيق القلب، قد يعطيك الدنيا ويحجب عنك قربه فأنت أشقى الناس، وقد يحجب عنك الدنيا ويتجلى على قلبك فأنت أسعد الناس. أيها الإخوة الكرام، قال له موسى: هل أتبعك؟ دقق في هذا الأدب، هو نبي عظيم، رسول من أولي العزم. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ استنبط من هذا الكلام أن سيدنا موسى يعلم أن العبد الصالح يعلم ما لا يعلم موسى. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وسيدنا موسى كما قلت قبل قليل من أولي العزم، وليس يعني مما يضع من قيمته أن يتعلم من عبد آخر شيئاً لا يعلمه هو. لذلك قالوا: قد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول. دققوا: قد يشذ عن الفاضل ما يعلمه المفضول، والفضل لمن فضله الله عز وجل. مرتبة الرسالة أعلى من مرتبة النبوة، ومرتبة أولي العزم من الرسل أعلى من مرتبة الرسل بشكل مطلق، فالفاضل ما فضله الله، والله عز وجل فضل هذا النبي الكريم وهذا الرسول العظيم، وهذا لا يمنع أن يتعلم من العبد الصالح شيئا لا يعلمه. يعني هذا لا يمنعك أن تحمل أعلى شهادة تطلب العلم الديني. هناك أناس متكبرون لمجرد أنه وصل إلى اختصاص دقيق أو شهادة عليا في أي مجال يرى نفسه أكبر من أن يجلس في مجلس علم، أكبر من أن يستمع إلى من يعلمه العلم الديني. نبي عظيم، وهذا درس بليغ، نبي عظيم ورسول كريم من أولي العزم، قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا يعطينا أدب المتعلم مع المعلم. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمونه. لكن العبد الصالح سيدنا الخضر يعلم يقينا أن سيدنا موسى لن يصبر عليه، والسبب واضح. لماذا؟ لأن سيدنا موسى سيرى الظاهر
ولا يعلم الباطن، لا يعلم حكمة هذا الأمر التكويني إلا أن يعلمه الله. الله عز وجل أعلم سيدنا الخضر حقيقة الأمر التكويني. سيدنا موسى معه تشريع، معه أشياء محرمة، ولأنه نبي مرسل لا يمكن أن يقر على خطأ، فشيء طبيعي جدا إنسان يحمل الأمر التكليفي افعل ولا تفعل، هذا أمر وهذا نهي وهذا حرام وهذا واجب، ورجل آخر يفعل شيئا خلاف الأمر والنهي، ولا يعلم سيدنا موسى الحكمة الكامنة من الفعل التكويني. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ شيء واضح، أنا حينما أرى إنسان، أي إنسان، إنسان يعلم مبادئ الشريعة، حينما ترى إنسان يعتدي على إنسان لا بد من أن تنكر هذا العدوان، أما أن تعلم حكمة هذا الذي اعتدي عليه هذا أمر يحتاج إلى تفصيل. أيها الإخوة الكرام، آلاف القصص تؤكد هذه الحقيقة. نحن جميعا نستمع إلى آلاف القصص إلى فصلها الأخير، فنرى ظلما أحيانا، نرى عدم الحكمة أحيانا، أما لو أتيح لك أن تعرف القصة من أول فصل فيها إلى آخر فصل لسجدت لله عز وجل على حكمته ورحمته وعدله ولطفه. أيها الإخوة الكرام، يعني مثل بسيط من السيرة، النبي عليه الصلاة والسلام قبل معركة بدر أعطى توجيها، قال لا تقتلوا عمي العباس بلا تعليل. عمه العباس مسلم في مكة، وهو عينه في مكة، وما من قرار يتخذ هناك إلا ويصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لو أنه أخبر أن عمه من المؤمنين لكشف أمره وانتهت مهمته. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سمح له ألا يشارك أهل مكة في معركة بدر لكشف نفسه أيضا. لو قال لا تقتلوا عمي العباس لأنه مسلم كشف أمره. لو قال، لو سكت ولم يقل لا تقتلوه لقتلوه، فلا بد من أن ينهى عن قتله من دون تعليل. بعض الصحابة قال ينهانا عن قتل عمه وأحدنا يقتل أباه وأخاه، رأى في هذا خللا، فلما كشفت له الحقيقة قال بقيت أتصدق 10 سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. ما كل ما يعلم يقال، ما كل شيء يقع هيك ظاهرا تأخذه على ظاهره، هناك حكم بالغة لو اطلعت عليها لذابت نفسك محبة لله وإقرارا بعدالته وإقرارا بحكمته. أيها الإخوة الكرام، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. الشيء الدقيق أن العالم مليء بالأسرار، لكن ظاهر الأحداث يعلمها جميع الناس، أما حقائقها، أما حكمها، أما أسرارها، الله عز وجل يطلع عليها من يشاء من خلقه. حقيقة المؤمن، المؤمن يصبر على شيء يكرهه. ورد عن سيدنا علي رضي الله عنه أن الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين، فالمؤمن يصبر ليقينه أن وراء هذا الحدث المكروه حكمة. حينما يصبر ويستسلم لإيمانه بحكمة الله المطلقة وبعدله المطلق وبرحمته المطلقة وبعلمه المطلق، حينما يستسلم ويسلم الأمر إلى الله يعطيه الله أجر الصابرين وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، ويعطيه الله ثواب العابدين، وفوق هذا وذاك يكشف له الحكمة فيصبح من المحسنين. يجمع الحسنيين،
جمع ثواب العبادة، ثواب التعبد لله والاستسلام له والاستسلام له، مع فهم الحكمة. قال العلماء: كل أمر إلهي علته أنه أمر إلهي، فإذا أقدمت على تطبيقه ولو لم تعرف حكمته، لأن حكمته في الأصول ما دام أمرا إلهيا ففيه حكمة مطلقة، فكل أمر إلهي علته أنه أمر إلهي، فإذا أقبلت عليه منفذا وإذا كان نهيا أقبلت منتهيا رفعك الله إلى درجة العباد الصادقين، ثم كشف لك حكمته فأصبحت من العلماء، أصبحت عابدا عالما في وقت واحد، لأنك انصعت لأمر الله يقينا بحكمته، فلما كشفت لك الحكمة أصبحت من الخبراء بأفعال الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، آية من آيات الله المتعلقة بهذا الموضوع: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. دققوا الآن: ولو شاء ربك ما فعلوه. أي كتاب نطرح في السوق فيه ضلالات، فيه تشكيك، شيء لا يحتمل، لكن الله سمح به لحكمة قد تغيب عنا. هذه الكتب هي في الحقيقة كالمصل الذي يعطى للإنسان كي يكتسب مناعة. ما معنى مصل الكوليرا؟ نعطيه لقاح الكوليرا، نعطيه جرثوم الكوليرا مضاعف، فالجسم يعمل ويصنع مصلا مضادا حتى إذا جاءت هجمة شرسة كان عنده السلاح جاهزا. فهذه الكتب التي تطرح الضلالات سمح الله بها لحكمة بالغة، طلاب العلم يتحركون والعلماء يتحركون والمناقشات تفضي بالناس إلى يقينيات وحقائق رائعة جدا. قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أيها الإخوة، حدثني أخ أثق بصدقه أن كتابا لمؤلف من الباكستان وصف بيت النبي وصفا لا يليق به، وصف بنات النبي وصفا لا يليق بهن، وتطاول على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبع هذا الكتاب مئات الطبعات. حدثني من أثق به أن 20,000 إنسان بريطاني أسلموا بسبب هذا الكتاب، لم يسلموا عن طريق هذا الكتاب بل بسبب هذا الكتاب، ما صدقوا أن النبي بهذا الوصف الذي وصفه به المؤلف، فبحثوا عن كتب صحيحة تحدثهم عن حقيقة الدين الإسلامي فاقتنعوا فأسلموا. فلذلك نقول: لكل واقع حكمة، لكل واقع حكمة. أيها الإخوة الكرام، قال بعض العلماء كلام لطيف، قال: إن لكل حدث يقع حكمة لو عرفت قبل وقوعه لسعى الإنسان بنفسه إلى الحدث ليقع، ولدع الله أن يتم هذا الحدث. لو كشف الله لك حكمة الحدث قبل وقوعه لسعيت أنت بكل طاقتك لبلوغ هذا الحدث ولدعوت الله أن يتمه. لهذا قال بعض العلماء: الإمام الغزالي: ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. فيقول هذا الإنسان يوم القيامة وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، طفلة بعمر الزهور جميلة جدا أصيبت بمرض عضال في دمها، لها أب وأم شاردان بعيدان عن الدين بعدا كثيرا، فالله سبحانه وتعالى ساق لهما هذه المصيبة، أنفقا على ابنتهما كل ما يملكان
إلى أن باع الأب بيته الذي يسكنه وأخذها إلى بلد غربي ولم يستفد شيئا، وهي على في طريق الموت. خطر في باله خاطر أنه لو تاب إلى الله هو وزوجته وأقاما منهج الله في بيتهما لعل الله يشفي هذه البنت. وهذا الذي فعله، بدأ يصلي وحجب زوجته وأقاما منهج الله في البيت توصلا إلى أمل أن يشفي الله ابنته، والذي حصل أنها شفيت. وبعد حين دعيت إلى عقد قران وألقيت كلمة في هذا العقد، ولما خرجت سألت الأب أهي هي؟ قال هي 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 هي. جاء هذا المرض وحمل والديها على التوبة إلى الله، فلما تابا أزيح هذا المرض. هكذا أفعال الله عز وجل. أما المرض مخيف، المرض ترتعد له الفرائص، المرض لو سمعت به لوقع الإنسان مغشيا عليه. هذا المرض سبب هداية الأب والأم، فلما اهتديا إلى الله أزيح المرض. قلت له هي هي؟ قال لي هي هي. يعني مثل افتراضي أقول لكم، لو أن أبا وأما أنجبا طفلة جميلة وماتت في عمر الزهور، أليست هذه مصيبة ما بعدها مصيبة؟ لو أن الله أطلع والديها أن هذه حينما تكبر وحينما تنضج ستمتهن الدعارة، ألا يرضى الأب والأم أن تموت هذه البنت في سن مبكرة وبهذا تقي الأسرة السمعة السيئة وتقي الأب والأم الشقاء الذي لا ينتهي؟ هذا مثل تركيبي مركب. يعني لو فرضا أطلع الله أبا وأما ماتت ابنتهما في سن مبكرة، مصير هذه الفتاة؟ وكان هذا في منتهى الحكمة واللطف. أيها الإخوة الكرام، لا تتسرع، لا تحكم على ظواهر الأشياء، اجعل هذه الآية جعارا لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سألني رجل، كنت ماشيا في الطريق، قال لي رجل فتح محله التجاري ليسترزق، نشبت مشادة بين شخصين يحمل أحدهما مسدسا أطلق عليه النار، أصابت رصاصة صاحب المحل التجاري في عموده الفقري فشل فورا. فقال لي السائل، ما ذنب هذا الإنسان البريء الذي جاء ليسترزق ليكسب رزق أولاده ولا علاقة له بهذا؟ قلت له لكل واقع حكمة، لكنني لا أعرفها والله. والله أيها الإخوة، بعد 20 يوما أحد إخوتي الكرام قال لي، لنا جار أكل أموال ابن أخيه، أموال أولاد أخيه الأيتام، والمبلغ كبير، وسطوا أحد علماء دمشق ليكون وسيطا في إرجاع المال لهم، فرفض هذا العم أن يرجع المال. قال لي في اليوم التالي ذهب إلى محله ونشبت، روى القصة نفسها، القصة نفسها رواها. أنت ماذا رأيت؟ رأيت إنسان ما له علاقة شل فورا. لا تتسرع، ليس هناك شيء طائش في الحياة أبدا، ما في شيء طائش أبدا، شظية طائشة غلط، طائش ما في، كل شيء مسوم، عليها اسم صاحبها. لذلك المؤمن يستسلم لله، لحكمة الله، يستقيم على أمر الله لينال حفظ الله، يستقيم على أمر الله ليحفظ الله له صحته، ليحفظ الله له أهله، ليحفظ الله له أولاده، ليحفظ الله له ماله. المال الذي يأتي بطريق غير مشروع يذهب مصادرة، يذهب سرقة، يذهب بألف طريق غير مشروع. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا لغيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، في الخطبة القادمة إن شاء الله نتابع قصة سيدنا موسى مع الخضر، نتحدث عن السفينة التي خرقت، وعن الغلام الذي قتل، وعن الجدار الذي بني بلا أجر. وهذه القصص الثلاثة تعلمنا آلاف الدروس، قف عليها كل شيء، لكل واقع حكمة، عرفتها أم لم تعرفها؟ أيها الإخوة الكرام، ورد في القرآن الكريم العلم ومشتقاته في 782 آية، والمعرفة في 29 آية أو 29 آية، والمجموع 811 آية. وورد ذكر الإيمان ومشتقاته في 811 آية بالتمام والكمال. فكأن العلم هو الإيمان، والإيمان هو العلم، كأن العلم يفضي إلى الإيمان، وكأن الإيمان يعتمد على العلم. شيء آخر، الآية الأولى في القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، يعني اقرأ وتعلم، ولكن يجب أن يكون هذا العلم في ظل الإيمان، اقرأ باسم ربك. من الحقائق المذهلة التي لم تكن معروفة وقت نزول القرآن هي قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز الحكيم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قال العلماء: الشمس تجري في مجرتها لمستقر لها، هو النسر الواقع، اسمه في اللغة الأخرى ثيجة، بسرعة 20 كيلومتر في الثانية، في الثانية الواحدة، لكنها الشمس تدور مع المجرة بسرعة 272 كيلومتر في الثانية، تدور شأنها شأن كل كوكب في الكون، والسماء ذات الرجع، أي أن كل كوكب في الكون يرجع إلى مكان انطلاقه النسبي. وهذه الصفة الجامعة الشامعة، الجامعة الشاملة لكل كواكب الكون، تدور بسرعة 272 كيلومتر بالثانية، وتجري لمستقر لها بسرعة 20 كيلومتر في الثانية. أيها الإخوة الكرام، أحد العلماء أجرى إحصاءً للآيات الكونية في القرآن الكريم، فكانت 1322 آية. فإذا كانت مجمل آيات القرآن الكريم فوق 6000، معنى ذلك سدس آيات القرآن الكريم تعريف بما في الكون من آيات دالة على عظمة الله. هذه الآيات الكونية صنفها العلماء، فجاءت في العلوم الطبية والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء، النبات والحيوان، والفلك والفضاء، والجغرافيا والزراعة، والرياضيات والإحصاء، وعلم طبقات الأرض، والتعلم والبحث العلمي، وعلم البحار والأنهار، وعلم وسائط النقل، وأصل الإنسان وبقية المخلوقات، وعلم الهندسة، وعلم اللغة. هذه 1300 آية موزعة بين هذه العلوم بنسب متفاوتة. أيها الإخوة الكرام، الكون خلقه، والقرآن كلامه، والحوادث أفعاله، وهو واحد في خلقه وفي أفعاله وفي كلامه.